المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن تنطلق صفرة الحكم وتبدأ معها الكرة بقدم ميروسلاف كلوزي. كلوزي يطلع من هاينزي، هاينزي مدافع منتخب الأرجنتيني. الله عليك يا كلوزي، كلوزي ويوزع إلى داخل منطقة الجزاء إلى بودلوسكي، بودلوسكي والكرة والجول. الله يا بودلوسكي، بودلوسكي إن كرتك مصنوعة من ميروسلاف كلوزي، ميروسلاف كلوزي التي أتيحت له عن طريق صانع الكرة الألمانية شفاينشتايجر. الله عليك يا شفايني، وينك يا روميرو، وينك يا روميرو حارس تانجو، وينك يا ليونيل ميسي، وينك يا ميسي برشلونة. هل تشبه نفسك بلاعب المنتخب البرازيلي ريكاردو كاكا؟ وينك يا دييغو مارادونا؟ إن كارلوس دونجا مدرب المنتخب البرازيلي أذكى منك بكثير. عزيزي المشاهد، إني أعشق الكرة البرازيلية، أعشق رقص السامبا. اسمع يا مشاهد، اسمع، اسمع أصوات الفوفوزيلا التي تسطح وتعزف في ملعب نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا. اسم منتخب الألماني. أولا لا، لقد انتهى وقت الشوط الأول، وانتقل إلى صديقي في استديو التحليل مصطفى الأغا. بالبيت كنت لما أحضر لعب كنت أقعد أعلق معهم، إنه أسمعهم وأحكي عنهم بدلهم، هيك احتصرت هلا.